يا صباح الورد والفل والياسمين والخير الكتير على كل اصحابنا وحبايبنا اللي شايفيننا وسامعيننا دلوقتي في كل مكان. وحشتونا جدا جدا من الاسبوع اللي فات. صباح الفل يا بندوخي. ايه ده؟ صباح الخير يا ماما سلمى. ايه الهدوء اللي انت فيه ده يا بنتخ؟ بس انا عايزه اتكلم ببطء بالراحه. انا قررت ان انا اكون هادي وفي حالي واتجنب المشاكل وابقى رقيق. انا من هنا ورايح ايوه هحقق حلم ماما وبابا في اني ابقى طفل هادي ورقيق ومحب للاخرين. الله الله يا بنت حسنك، المفروض تطلع تقول شعر كده على المسرح وان صوتك هادي ورقيق كده، بس انا متعوده عليك كده، يعني بتدينا طاقه كده على الصبح وحاجه. في ايه مالك؟ معرفش يا ماما سلمى، ممكن تقولي لي الشنطه اللي مع حضرتك دي فيها ايه؟ كده انت شفت الشنطه؟ اه انا حطاها على جنب عندي. بس لطيفه قوي الشنطه كده، شكلها مبهج. ايوه شوف شنطه مدرسه. ايوه الشنطه دي فيها ايه؟ وانا مش فضولي ولا حاجه. اه خالص. انا لسه خليتنا اطلعها من تحت وتقولي مش فضولي. وهادي. ايوه هادي. طب هقول لك يا سيدي الشنطه دي فيها ايه، بس خلينا الاول نتعرف على اصحابنا، ايه رايك؟ اصحابنا؟ ايوه اصحابنا اللي منورين النهارده. اصحابنا. ماشي؟ ايوه اتفضلي يا ماما سلمى. ماشي يا بقى. أنا والله جميل والله. صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ كويسين؟ كويسين. الحمد لله. طيب عايزين نتعرف عليكم بقى. هنبدا من الاول خالص، كل واحد يقول لي اسمه وسنه وبيحب يعمل ايه وحلمه ايه بقى لما يكبر. اتفقنا؟ اتفقنا. نبدا من الاول. ها اسمك ايه؟ سلمى. سلمى زيك يا سلومه. الحمد لله. عندك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين. بتحبي تعملي ايه بقى يا سلمى؟ بحب اغني. بتحبي تغني؟ طب وغنيتي مثلا في المدرسه، في الحضانه، في البيت؟ بحب اغني في البيت مع نفسي كده. بتحبي تغني كده مع نفسك. طب وايه حلمك بقى لما تكبري؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسي اطلع مدرسة اطفال. مدرسة اطفال. طب هتدرسي لهم ايه؟ انجليزي. انجليزي. بتحبي الانجليزي؟ اوكي حلوة قوي، ان شاء الله تطلعي مدرسة حلوة خالص. اسمك ايه؟ اسمي مروان. ازيك يا مروان؟ عندك كام سنة؟ 8 سنين. 8 سنين. بتحبي تعمل ايه يا مروان؟ احكيلي. بحب ارسم واكتب واغني وبحب العب وبحب كمان اتمرن جودو وسباحه وبحب ما شاء الله ده بتحب حاجات كتيره قوي. وبحب انجلش. وبتحب الانجليش؟ بحب. هقول قول كمل، واضح انك بتحب حاجات. بحب الفرنش والعربي. كل ما شاء الله انت بتحب كل حاجه، الانجليش والفرنش والعربي، يبقى انت بتحب اللغات مبدئيا، يعني بتحب تتعلم لغات جديده ودي حاجه حلوه برضه. طيب انت قلت ايه؟ ارسم واكتب. انت بتكتب؟ يعني بتحب تكتب ايه؟ تكتب بتالف حاجات يعني ولا بتكتب الدرس ولا ايه؟ لا بالف حاجات ساعات، بالف حاجات بكتب. انا قصص يعني؟ لا بكتب حاجات كتاب، حاجات كتب كده وحاجات انا بفتكرها. يعني انت يعني بتالف حاجات من دماغك تكتبها؟ بجد؟ ايه ده الشطارة دي؟ قصص يعني ولا ايه؟ يا مروان. مؤلف. ما شاء الله شطور. طب حلو ده يا مروان، والله شطور خالص. طب وانت نفسك تعمل ايه بقى؟ حلمك ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى مهندس روبوتات وابقى غني جدا. وابقى غني جدا؟ ب 10 مليون جنيه. عشان تبقى غني جدا هتشتغل ايه؟ مهندس روبوتات. مهندس روبوتات؟ يعني يعني انت بقى هتصنع روبوتس بقى وتخترع حاجات وكده؟ حلو قوي موضوع المليون جنيه دوت. ابو قاسم بقى نقسم مع بعض. ده بيقول لك 10 مليون. 10 مليون؟ خلاص ماشي. ان شاء الله ان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه يا مروان. ان شاء الله. اسمك ايه؟ كريم. كريم، ازيك يا كريم؟ عندك كام سنة؟ 11 سنة. بتحب تعمل ايه يا كريم؟ قول لي. أزدي. لا علي صوتك بقى. بتحب أزدي. ايه؟ بتحب تغني؟ بتحب تغني؟ بجد؟ بتحب تغني ايه بقى؟ لبلبة. ايه مين؟ لبلبة. لا مش فاهم. لبلبة. ايه ده ايه ده؟ لا بس انا مش عارفاها الاغنيه دي. طب انت نفسك تعمل ايه بقى لما تكبر؟ سودي. شرطي؟ شرطي. الله جميل قوي. سلام. برافو عليك يا كريم. شطور يا كريم. طيب وانت وقتك بقى في الاجازه بتقضيه في ايه؟ بتحب تعمل ايه؟ خمسه. بتحب تلعب على الموبايل ولا تتفرج على التلفزيون؟ على الموبايل. موبايل؟ طب بتحب ترسم صح؟ طب حلو الرسم، جميل جدا. ما تقعدش بقى كتير قدام الموبايل علشان عينيك، اديك لبست نضاره من كتر الموبايل. الايه؟ انا ده. بتقول ايه البنتخ؟ انا ده. حلو. بتحب بنتخ؟
حبيبي قلبي تعثر جدا من حبك ليا. قلبي تعرف تقلده وهو بيقول قلبي؟ اه. هو بيقولها ازاي؟ قلبي تعثر جدا. نضارتك جميلة خالص. أنا بحبك. عجباني قوي النضارة الحمراء الحلوة دي. اسمك إيه؟ اسمي حنين. حنين إزيك؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ عندي 11 سنة. بتحبي تعملي إيه يا حنين؟ بحب أرسم. بتحبي ترسمي؟ وبتعملي أي حاجة تانية؟ بتتدربي؟ بتعملي أي حاجة في الصيف؟ هو الرسم مسيطر. أه. أه حلو قوي، يعني بترسمي حلو بقى. أه. طيب ونفسك تعملي إيه بقى لما تكبري؟ أبقى دكتورة نساء وتوليد. ياه ايه ده، يمكن اول حد يقول التخصص ده. اه جميل. ليه؟ علشان بقى انت بقى تشوفي البيبيهات وجودات كده وتجيبيهم للحياه. الله دي حاجه حلوه والله، جميله خالص. بس غريبه برضو التخصص ده، ان ما حدش قوي من الاطفال يعني بيفكر ان هو يعمله. جميل جميل. تعرفي حد دكتور نساء وتوليد فنفسك تطلعي زيه؟ هي يعني قريبه شويه من ماما. يعني قريبه من ماما يعني صاحبه ماما قريبه. يعني طنط بتشتغل وانت بتحبي بقى شغلها بتاعتها. اه حلو ده، جميل جدا، شطوره. اسمك ايه؟ احمد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 10. 10 سنين. بتحبي تعمل ايه بقى يا احمد؟ بحب العب كوره. بتحبي تلعب كره قدم؟ وبتتدرب ولا بتلعب مع اصحابك؟ بلعب الاثنين. اه طب حلو قوي. وايه نفسك تعمل ايه بقى لما تكبر؟ نفسي اطلع مهندس ديكور. مهندس ديكور. انت بتحب ترسم على كده؟ اه. مهندس ديكور لازم يكون بيرسم حلو صح؟ صح. بحب الرياضيات. وبتحب الرياضيات، حلو جدا شطور. صح، رياضيات والرسم عشان تبقى مهندس وديكور. احنا مسابقه رسم بقى، هنشوف بقى الرسامين دول هيعملوا فيها ايه. اه ايوه ان شاء الله. ماشي. اسمك ايه؟ سلمى. سلمى. ايه ده، معناها اتنين سلمى. ايه ده، وبينا يبقى ثلاثه سلمى النهارده ما شاء الله. عندك كام سنه يا سلومه؟ عندي 8 سنين. 8 سنين. بتحبي تعملي ايه؟ بحب ارسم والف قصص واغني وممثل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الفنانه الشامله دي؟ بتالفي قصص كمان؟ بابا شامل. معايا قصه. معاكي قصه انت اللي كاتباها؟ اه. بجد بتهزري؟ ايه ده بجد؟ عن ايه قصه؟ لا لا خليكي قاعده، خليكي قاعده براحتك. عن ايه عن ايه بس، ما تقريهاش، قولي لنا بس عن ايه. عن بنت. يعني بتحكي عن ايه؟ بنت جميله بتساعد مامتها وباباها، بتحب تلعب مع صحابها. دي ايه ده، دي حلوه قوي. طب خلاص هتحكيها لنا النهارده. ماشي اوكي. ونفسك تعملي ايه بقى لما تكبري؟ نفسي ابقى رسامه. رسامه، يعني بتحبي الرسم قوي كده. برافو عليك. وانت بقى الحدوته او القصه اللي انت عاملاها دي كتبتيها ورسمتي كمان رسومات ولا كتبتيها بس؟ كتبتها بس. ممكن بقى ترسمي رسومات. اه تستغلي بقى ان انت بتحبي الرسم وتعملي كمان رسومات بقى مع كل موقف كده، تعملي الرسمه بتاعته صح؟ صح. تبقى حلوه قوي زي القصص اللي بنشوفها. شطوره، برافو عليك يا زلوم. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف ازيك؟ عندك كام سنة؟ 9. 9 سنين. بتحب ايه يا يوسف؟ بحب اقعد ارسم على الكمبيوتر رسومات. على الكمبيوتر، على بينت يعني؟ ولا على ايه؟ على على برامج على الكمبيوتر يعني بتقعد ترسم؟ ايه يعني برنامج ايه؟ مش عارف، انا ما نعرفش اصلا، ما نعرفش غير بينت. عايزين نعرف برضه نستفيد. طيب ماشي، اسمه ايه البرنامج؟ ولا مش حاجة معينة؟ بي اس. طب بقول لك ايه، هو انت دلوقتي بتحب ترسم بس على الكمبيوتر يعني، مش بتحب بقى تمسك قلم وترسم؟ بحب برضه ارسم كده. صح، يعني بترسم برضه على الورق عادي صح؟ اه حلو جدا. طب وانت نفسك تعمل ايه لما تكبر بقى يا يوسف؟ مهندس معماري. مهندس معماري. حلو قوي، جميل والله. عندهم طموح اصحابي كلهم. ايوه ما شاء الله، خصوصا ابو 10 مليون ده كله جاي طموح قوي. كلنا هنا جايين عارفين احنا عايزين نعمل ايه. برافو، مهم جدا. صباح الخير. الحمد لله. ازيك يا رقيقه انت، اسمك ايه؟ بتول. بتول، ازيك يا بتول؟ عندك كام سنه؟ 7. ما اسمكيش سلمى؟ 7. لا وخلاص بقى، وكلنا سلمى النهارده. 7 سنين. بتحبي ايه بقى يا بتول؟ بتحبي تعملي ايه؟ بحب ارسم والون. ترسمي احنا عندنا النهارده الرسم، كل الناس بتحب ترسم النهارده صح؟ ماشي. وعايزه تعملي ايه بقى لما تكبري؟ ابقى دكتوره. دكتوره، وعارفه التخصص ولا لسه؟ لسه. لسه، بس عايزه ابقى دكتوره. يا رب كلكم تحققوا كل احلامكم يا حبايبي ان شاء الله. وبنتوخي. نعم. انت كنت عايز تعرف. معلش يا ام سلمى، يعني انا مش قصدي ابقى فضولي، انا هادي النهارده وجميل ولذيذ. من فضلك قولي لي الشنطه دي فيها ايه؟ برضو. صح، عشان الموضوع مؤرقني جدا. مؤرقك ليه يا حبيبي؟ بص يا بنتوخي، عليها برق بنزين وانا بحبه قوي. وانا بحبه كمان. بص، اصل هي الشنطه دي كده يعني بقت زياده عندنا في البيت. أيوة. فانا عايزه اديها لحد محتاج شنطه، يعني ما عندوش شنطه فاهم، وكمان حاطه جواها برضو حاجات
ما بقتش خلاص محتاجاها، يعني مثلا كتب من السنه اللي فاتت للولاد، كتب خارجيه وحاجات كده، ففي ناس ثانيه ممكن تستفيد بيها. وبرده هدوء. في ايه؟ في ايه؟ مالك؟ ايه 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 ايه؟ مالك؟ في ايه؟ بتقولي ايه حضرتك؟ بقول ايه بقى؟ لا 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 لا، ده انا مندهش حقيقي يا ماما سلمى. بتقولي ايه؟ وريني وريني، تديها لمين؟ وري وريني. في ناس كتير يعني، لا لا مثلا في لبس صغير على يوسف مثلا. مفيش الكلام ده، فرجيني. انت عايز تتفرج على اللبس؟ اه معلش. ايه ده؟ ايه اللي حضرتك طلعتيه؟ يعني ده تي شيرت مثلا بتاع يويو بس صغير عليه، فعني دي بقى ايه؟ لحد يكون ايه ده؟ ده اللون الفيفوريت بتاعي. معلش يا ماما سلمى، بعد اذنك بعد اذنك. ده اللون الفيفوريت بتاعك؟ اه يلزمني حطيه على جنب هنا بعد اذنك. هاخده يعني؟ انا هاخده. ايه ده محتاجه يعني يا حبيبي؟ بعد اذنك ما يغلاش عليك يا حبيبي. مش فاهم يعني، هتطلع كده. انت عايز ايه تاني؟ عايز تشوف كل حاجات ولا ايه؟ معلش نشوف كده. طيب ماشي. ده تيشيرت بس، ده بقى دي بقى كبيره، دي تيشيرت كبيره، دي كبيره كبيره بقى. ما هتنفعني بعد سنتين. ايه ده؟ ده لون جميل. ده بقى بتاع الخروج يعني. الله. ده بتاع اللعب، ده بتاع بعد ما فردي كمان سنه احطيها جنبي. لا انت عايزه ده كمان؟ هينفعني كمان سنتين. هاخده يعني. هو ايه يا بنت اخدها وانت اي حاجه وخلاص؟ تاخد اي حاجه وخلاص. ده كبير وده صغير، عايزهم تعمل بيهم ايه يعني؟ مش يا فهم. ماما سلمى خساره خساره يا ماما سلمى، ما تفرطيش في حاجه ممكن تنفع ان شاء الله حتى بعد 10 سنين. يا حبيبي ليه نخلي حاجات عندنا؟ معلش انا اسفه، ممكن اخده؟ لا ده صغير عليه. دي بس والله العظيم لو قدك كنت اديتهولك يا حبيبي عادي، بس في حد تاني يقدر يستفيد بيه دلوقتي. تفرطي في الحاجات دي ليه يا ماما سلمى؟ مفيش حاجه اسمها فرط، في حاجه اسمها عطاء. غطاء ايه بس يا ماما سلمى؟ غطاء ايه؟ غطاء ايه دلوقتي؟ جبنه ايه اللي ليها غطاء والحاجات دي؟ جبنه ايه وغطاء؟ عطاء. شيلي النقطه اللي على العين، هتبقى عطاء مش غطاء. ماله بقى عطاء؟ عطاء لما تدي حاجه لحد انت بتفرح قبل ما حتى ما هو بيفرح، انت نفسك بتفرح. في حاجه اسمها متعه العطاء، ان انت يبقى تقدر ان انت تدي لحد حاجه تسعد الحد ده، والحاجه دي اصلا ممكن انت بقى ايه تبقى خلاص مش محتاجها، ممكن تبقى صغرت عليك، فهتسيبها تعمل ايه عندك يعني؟ لا انت هتستفيد ولا غيرك يستفيد بيها ليه؟ آه على فكرة بقى، حضرتك فكرتيني بقى بماما بتعمل الموضوع ده برضو. أيوة احنا فعلا كله مادة بتوزع حاجات كتير من حاجتي. أيوة بس أنا ببقى بحبها قوي، بقول لها لا يا ماما لا، إلا حاجاتي إلا حاجاتي يا ماما، اوعي تمسكي ولا تيجي جنب حاجاتي حتى لو صغرت عليا، أنا بحبها وبحب أشوفها في الدولاب كده متوضبة وكده هوت ومكوية ومترتبة حتى لو صغرت عليا وما تخشليش. يا بحب أشوفها واتمتع. اهدى شوية، أنت مش قلت هبقى هادي؟ أنت نسيت. أصلي حاسس نفسيني قوي يا مثل ما حد يفرط في حاجته. أيوة ايه فرط يفرط؟ هو انا هرميها يا بنت؟ انا هديها لحد يستفيد بيها برضو، دي حاجه حلوه جدا على فكره. وبعدين ايه يعني ايه؟ معلش يعني انت بتقول عايز حاجات تفضل مترصصه في الدولاب حتى لو صغرت عليا ومش هلبسها تاني؟ ليه يا حبيبي تسيبها في الدولاب؟ ما حدش يستفيد بيها، لا انت ولا غيرك. انت عارف يا بنتك اكتر حاجه اكتر حاجه ممكن تاخد عليها مثلا ثواب كتير قوي قوي لما تديها لحد؟ الحاجه اللي انت بتحبها، اللي انت متعلق بيها، اللي انت نفسك تحتفظ بيها، بس لا هتفضل ان انت تديها لحد تاني هو يستفيد، بدل ما تفضل عندك بس كده قدامك. ربنا بيقول ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ايه البر؟ يعني ثواب كتير، يعني نروح الجنه. مش احنا عايزين نروح الجنه كلنا؟ اه الجنه. اه يبقى احنا دلوقتي ننفق مما نحب، من الحاجات اللي احنا بنحبها، مش حاجات بقى ايه مش عايزينها ولا حاجه. صح يا اولاد؟ صح. يعني لما يكون عندنا حاجات، يعني انا مثلا يا بنت عايز اقول لك، انا متعوده من وانا صغيره، انا مثلا بنات خالاتي وبنات عمامي، احنا في مننا كتير قوي قد بعض في السن، من واحنا صغيرين كنا عادي بنبدل هدومنا مع بعض، واللي يصغر عليه حاجه يديها للتاني، ما احنا كلنا اخوات. صح؟ ايوه. وكمان دلوقتي بقى لما كبرنا وولادنا كمان بقوا كلهم في سن بعض، فبقى اللي يصغر عليه حاجه يجيبها لاخوه، يعني اللي هو ولاد خاله بقى مع بعض وولاد عمام. فاهم قصدي يا بنتك؟ ولما تروح تصغر الحاجه عندي، يعني دعاء بتدين الحاجات اللي صغرت على ابنها محمد، اروح ملبساها ليوسف، لما تصغر على يوسف اروح مرجعها لدعاء تاني تديها لابنها الصغير عمر. والحاجات حلوه وجميله ونظيفه وحلوه جدا. واصلا في سن، السن الصغير ده كمان عايزه اقول لكم، سنكم ده ما شاء الله يعني انتوا بتكبروا بسرعه.
فاللبس حتى حاجه لاخوك الصغير بنت ايوه بالظبط ما هو ايوه في ما هو اديك قلت اهو يبقى انت ليه مش عايز تفرط في حاجتك بقى يعني معنى كده حد يقدر يستفيد بيها الانسان لما يطلع الحاجه وهو فعلا بيبقى حبيبها وكده ممكن يخش الجنه ايوه طبعا مش وينبسط كده في الجنه ويفرح ايوه 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 وبعدين يعني ايه كده كده دي حاجه جميله وحاجه ربنا يحبنا عليها واكيد الناس الكويسه هي اللي هتروح الجنه فاحنا لما نعمل حاجات خير وحاجات كويسه نروح الجنه صح خلاص يا ماما سلمى خلاص اتفضلي خلي الحاجات معاكي وانا بكره ان شاء الله ماجي برضه هجيب شنطه من حاجتي الصغيره اللي صغرت عليا أيوة. وحاجه بندق كمان اللي ما عادش بيلبسها أيوة. ونحطها كده في شنطه ونديها حلوه قوي انا عايزه اقول لك على حاجه انت اهو انت وبندق مش انت عندك اخ صغير طيب مش عادي جدا ان انت لما الحاجات بتصغر عليك بندق بيلبسها صح ده عادي ده من غير يعني انتوا عشان انتوا في نفس البيت فخلاص طبيعي لكن احنا بقى لما الحاجات تصغر على بندق نعمل فيها ايه نديها للي محتاجها صح صح كده صح يا ماما سلمى صح يا بنتوخي انا اقتنعت ايوه وبعدين كمان نسهل على بعض ده التكافل الاجتماعي ده حاجه جميله جدا نقدر نعملها كلنا هي كلمه كبيره بس هو ده فعلا يعني كده بقينا ايه الكتب بقى يا اولاد اللي ما بقتش خلاص لازمنا خلصنا السنه ومش هنستفيد بيها في غيرنا ممكن يستفيد بيها صح صح. والهدوم ولو عندنا مثلا شنطه مدرسه او اي حاجه عندنا نقدر يعني هي حاجه كويسه وجميله وحد تاني يقدر يستفيد بيها نديها له على طول اتفقنا اتفقنا ده كلام جميل قوي طب احنا برضو سالنا اصحابنا عن موضوع العطاء ده يا بنتوخي فتعالى نروح نشوف بقى لما سالناهم قالوا ايه يلا بينا تيشيرت بتحبه قوي وصغر عليه ممكن تديه لاخوك الصغير او تديه لحد محتاجه ولا تحتفظ بيه ادي لاخويا ادي لربنا عشان ربنا يحبني ادي لحد لا احتفظ بيه عشان عاجبني طب ولما تحتفظ بيه هتعمل ايه بعد كده صحابك في المدرسه تحبوا كل واحد يشتري حاجه ياكلها لوحده ولا ممكن تشتروا كلكم حاجه واحده كبيره وتشتركوا وتاكلوا مع بعض لا كل واحد حاجه لوحده عشان ما نبقاش نتخانق على حاجه واحده لا نشتري حاجه كبيره نشترك كلنا في اكله واحده ناكل نجيب وجبه كبيره ونشتركها مع بعض هنفترض ان انت دلوقتي في البريك بتاع التمرين وبتاكل السندوتشات اللي ماما عاملاها لك مخصوص بس لقيت في واحد صاحبك نسي السندوتشات بتاعته وهو جعان هتعزم عليه ولا هتعمل نفسك مش واخد بالك هعزم عليه بس حته صغيره هديله الاكل لو مش هزعم عليه اديله حته لو عايز تاني هديله هو اي حد ينسى حاجته نديله من حاجتنا ايوه عشان ما يكونش زعلان هنفترض دلوقتي ان انت في الكانتين بتاع المدرسه بتجيب البسكوت اللي انت بتحبه ولقيت واحد تاني بيجيب حاجه بس لما جه يحاسب الفلوس اللي معاه ما قضتش هتعمل ايه في الموقف ده ممكن اسلفه شويه من عنده على الناس مش واخد بالي تبقى الفلوس على قد اللي انا اشتريه بس طبعا هديه طبعا هتديله لا انا مش مصدقه ليه هتديله اه صحيح مش هديله طب انت لو اتحطيت في نفس الموقف مش هتحتاج حد يساعدك لا عادي هبقى اجيب فلوس بكره هتسلفهوله ايه ده تسلفهوله ليه انا عشان يكون مبسوط وانا اكون مبسوط بما ان الاجازه قربت تخلص والسنه الدراسيه الجديده خلاص قربت كتب السنه اللي فاتت تيجي نعملها صواريخ ونطيرها ولا ممكن تديها لحد اصغر منك يستفيد بيها اديها لحد اصغر مني عشان يستفيد فيها لغايه حد ياخدها طيارات ورق وطيارة لو انت عندك كوتشيهات كتير قوي وانت ماشي في الشارع لقيت ولد صغير لابس كوتشي قديم شويه وصغير عليه ممكن تديله من عندك ولا مالكش دعوه انا ماليش دعوه هو كده وخلاص ايوه ممكن اديه بس هو كبير هديله كده ضيق ليه ما ممكن يبقى مقاسه نفس مقاسك ماشي هديله طب احنا ليه بندي للناس من حاجتنا عشان ممكن يكونوا محتاجين حاجه وهم مش قادرين يجيبوها عشان نساعدهم ونبسطهم عشان انا خسران عشان الناس بتبقى محتاجاها ومعها فلوس واحنا بنبقى معانا كتير منها طيب رجعنا بقى ونرسم من غير ما نتكلم تمام كلكم قلتوا ان انتوا بتحبوا ترسموا صح والحاجات اللي معانا بسيطه وان شاء الله كلنا نعرف نعملها اتفقنا تعالوا نبدا بالبنات تعالي يا حنين ماشي يلا من اول لما تمسكي القلم وتبداي ترسمي هنبدا الوقت بتاعنا 30 ثانيه يلا بينا اتفضلي خليكي فوق
عايزين بقى رسامين جامدين بقى. يلا يا بنات، البنات الولاد ما يقولوش حاجه، عايزين نتفرج. البنات ركز، البنات ركز عشان تقول. يلا قولوا اول لما تعرفوا حاجه قولوا على طول، جربوا يلا. تيشيرت. تيشيرت صح، برافو برافو، شطوره يا حنين. جميل كده البنات واحد، شطوره برافو. استنوا بقى عشان هي الكوله إيه؟ بس كبيره شويه بنات و... ايه الولاد ماشي تعالى يلا. بص يا يوسف ما تقراش بس جواك ماشي. يلا بينا يلا بقى ورينا الرسم بقى الجامد. يلا يا ولاد ركزوا معاه. بنطلون. بنطلون صح. آه برافو برافو، شاطرين والله. تيشيرت وبنطلون فيه طقم اهو. ماشي كويس والله. طيب البنات استنى. بدل ما العطاء ما شاء الله. تعالي يا بتول. آه لا 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 تعالي سلومه صح. ماشي يلا. يلا هنا. ارسمي تاني، ارسمي تاني، ارسمي تاني لغايه لما يعرفوا. يلا ارسميها بطريقه مختلفه، ارسميها مظبوطه بس عشان يعرفوا ايه هي. ها جيبة. جيبة ايوه فعلا جيبة. طب ده ايه ده؟ جيبة. هي الجيبة جايه بالجنب كده ليه؟ جنيه. طيب يا سلومة كويس ان هما خلاص عرفوها الحمد لله. البنات كده اتنين. تعالى يا احمد. ماشي يلا. يلا يا ولاد ركزوا مع احمد. حاولوا حاولوا تقولوا اللي يجي في دماغكم. ها لا مش جاكيت. ها جربوا تاني. كمل يا احمد كمل كمل لغايه لما اعرفه. انا فاكر انا ها اربع ثواني. ها فستان. لا ما هو احنا قلنا لا خلاص الوقت خلص كده، الوقت خلص. طيب الولاد ما عرفوش فمش هياخدوا النقطه. البنات عرفوا ده ايه؟ ايه دي؟ لا ماشي خلاص. زرافه؟ لا زرافه اصلا لا. حصان؟ ياه خلاص خلاص تمام. لا هو كان قميص. طيب البنات تعالي يا بتول. ماشي ماشي تعالي. استني بقى ايه نرفع دي لفوق. استني ايوه هنا يا بتول. يلا حبيبتي يلا. شفتيهاش؟ نسيتيها؟ طب لا مش مهم هنعمل وقت تاني. ما تقريش ما تقوليش حاجه بقى. يلا قواعد اللعبه اننا نرسم من غير كلام. ايوه صح يا بنتوخ. جزمه. ميكروفون. لا كم يعني لازم تحاولي كذا مره لغايه لما يعرفوها. ارسمي بكذا طريقه. جربي. ايس كريم. باروكه. ضبه. ضبه يعني ايه ضبه دي؟ شنطه. شنطه. شنطه برافو الحمد لله لحقت وخدت والله برافو. شنطه صح. برافو صح. يلا تعالي كيمو. ايوه يلا ماشي ماشي يلا بينا. يلا ارسم يا كيمو. يلا ابدا. اختار اللي انت عايزه وارسم هنا. ماشي افتحه لك. يلا اتفضل يا استاذ. يلا يا كيمو. عربيه. عرفت ازاي من العجل بس؟ عربيه. برافو يا كيمو والله. عارفين برافو ليه؟ لانه رسم اول حاجه مميزه فيها الاول فانتوا عرفتوا على طول. برافو برافو يا كيمو. برافو يا كريم خدتوا النقطه. تأثر جدا من رسمك يا كريم. شطور يا كريم والله.
ماركتها ايه بقى العربيه دي؟ برافو يا كيمو، خلاص انتوا خدتوا النقطه، برافو عليك، رسمتها حلو شطور. يلا برافو عليك. طيب البنات خلاص، اخر بنت. تعالي يا سلومه. لحظه واحده، تعالي. يلا بس ما تحركيش بقك بقى، ها ما تقوليش. يلا اتفضلي، ركزوا معايا يا بنات كده، واقعدوا قولوا كده لغايه لما توصلوا للحاجه الصح. بي بي بي. حاولي ترسمي بطريقه تانية لو ما عرفوش دي، يعني بنطلون. كملوا. ايوه ها، بنطلون زي هو ده. بنطلون شايفينه؟ بنطلون ولا شايفينه حاجه تانية؟ ركزوا. لا ايه ده؟ شرط. شورت. بس الوقت خلص. شورت صح، ما تقولوا شورت، ما قصير اهو قدامكم. برافو. يا خساره. خدوا النقطه ولا لا يا ماما سالم؟ لا الوقت خلص للاسف، معلش. يلا تعالى. لا خلاص تعالى مروان، اخر حاجه تعالى. مشيت مفيش حاجه خالص من غير كلام. يلا يلا يلا، من قواعد اللعبه ابدا بقى من غير كلام. صح، ركزوا معايا يا ولاد. هو انت ليه بتتكلم؟ هو عروسه. جزمه. برافو. انا قلت جزمه. شاط. برافو عليكم، شاطرين شاطرين. عارفين كده احنا كام؟ 3-3. 3-3، احنا متعادلين. متعادلين الحمد لله. نسقف كلنا بقى لبعض كده. شاطرين والله، برافو عليك. برافو. طيب احنا صحابنا دايما بيبعتوا لنا صورهم وهم ارجعوا لورا شويه بنات كده، ايوه كده. بيبعتوا لنا دايما صورهم وهم بيتفرجوا على الحلقات بتاعتنا، صح؟ واحنا بنتبسط قوي بالصور دي، بنبقى دايما عايزين نعرضها هنا علشان نفرح بيهم وهم كمان يفرحوا. يلا نروح نشوف صور صحابنا اللي بعتوها ونرجع تاني. يا ماما سلمى يا بنات يا ولاد، افرحوا قولوا هي 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 هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنت خجي. مش هنسيبكم ابدا تاني يا ولاد يا بنات، افرحوا قولوا هي هي هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنت خجي. مش هنسيبكم ابدا تاني، صحصحوا افطروا حضروا نفسكم، رح نفرح زي زمان ومعادنا معاكم الصبح يومين الجمعة وسبت كمان. صحصحوا افطروا حضروا نفسكم، رح نفرح زي زمان ومعادنا معاكم الصبح يومين الجمعة وسبت كمان. جايين سوا مع بعض نحقق كل اللي بنتمناه، نلعب نكتب نقرا ونرسم بكرة اللي بنستناه. هنشوف مواهبكم رياضة وفن. يا سلام. ونقول دول أبطال عالمية، نحكي ونتكلم بالعربي. أيوة تمام. بلغتنا الحلوة المصرية نتعلم شيء حلو يفيدنا، نعمل ألعاب حلوة بإيدنا ونذاكر وننظم بيتنا ونزور كل مكان في بلدنا. انتم أجمل ضحكة اتخلقت وبهجة الحياة. بفرح قوي لما بشوفك تصطاد. شكرا عشان مش بتلوث النيل. شكرا عشان علمتني الصبر. شكرا ليك على احلى سمك بتصطاده. شفنا صور صحابنا وكمان قلنا شكرا للصياد
اللي بيصطاد لنا السمك الجميل المفيد. شد القلوع يا مراكبي. يا سلام يا بنتخ، مفيش رجوع يا مراكبي. انا بحب قوي ان انت بتسمع منير، صدق انا احبه قوي كده. يعني انت ذوقك حلو يا بندوخي. كينج صديقي. كينج صديقي. فقلنا طبعا انت متاثر بيه وعامل شعرك زيه فعلا. ايوه صح، نفس الستايل. نفس الستايل. فكان مهم جدا برضو ان احنا من الناس اللي بنشكرها، نشكر الصياد علشان السمك ده هو اللي بيصيده لنا، صح؟ صح. وبعدين ماما بقى بتعمله في البيت حلوه قوي ومفيد جدا 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 السمك ده يا اولاد على فكره، بس مفيد جدا. وبعدين له طرق كتير، يعني ممكن ما بتحبيش طعمه معين بس تحبيه بطريقه ثانيه. بس لازم ماما تنوع كتير قوي. لازم ايه؟ ماما تفصفصه. تفصفصه؟ اسمها تفصفصه ولا تفصصه؟ تفصفصه. برضو؟ اوكي ماشي. يا اصحابي تفصفصوا ولا تفصصوا؟ تفصصوا. فعلا؟ ايوه تفصصوا. بس انا بخاف من الشوك يا ماما سلمى. ماشي، ممكن ماما تقشره لك وتفصصه لك، مش مشكله، بس لما تكبر شويه لازم انت تعمله لوحدك بقى، مش ماما تفضل تعمله لنا طول عمر ولا ايه؟ ايوه صح. ماشي. لازم اتعلم ازاي افصص. ايوه صح يا بنتوخي، برافو عليك. طيب دلوقتي احنا وقت الحدوته. مين بيحب الحواديت؟ انا. القصص. بنتك بيحب الحواديت قوي، واحنا كلنا بنحب القصص. ومعانا قصه النهارده فيزو. فيزو ده دايما بنحب نقول القصص بتاعته لانه لذيذ قوي وصاحب بنتخ. وعامل زيه كده. عايز تغيزه هات له فيزو. لا بس فيزو بجد ده ولد جميل وبيتعلم برضو زي بنتخ كده، لما كل مره لو مثلا عمل حاجه مش صح، لا بيتعلم وبيعرف غلطه. برافو عليك يا بنتوخي. طيب بالنسبة بقى لفيزو النهاردة، القصة بتاعته اسمها فيزو مثل فيزو، يعني فيزو زي فيزو. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هنعرف دلوقتي. طبعا هي تأليف ورسوم وليد طاهر، الفنان طبعا المهم الجميل اللي بصراحة احنا بقالنا يعني فترة بنحب جدا نشوف ونقرأ القصص بتاعته. يلا بينا نشوف فيزو عمل ايه. ماشي؟ طيب الأول خالص مامة فيزو بتصحيهم، تقول لهم إيه؟ هيا يا أولاد الساعة الثامنة، هيا يا فريدة، هيا يا فيزو، اصحوا. صحت فريدة فقالت لمامتها وهي بتضحك، قالت لها إيه؟ هي المفروض تقول لها إيه ولا ما تصحى؟ صباح الخير. صباح الخير يا ماما. قالت لها هي بقى ماما يا الخير صباح. فراح فيزو قايل إيه؟ زيها بالظبط، راح قال لها إيه؟ ماما يا الخير صباح. الله. طيب قالت فريدة، طلعت بقى وصحي وخلاص، راحت لباباها قالت له صباح الخير يا بابا، لماذا لم تنزل حتى الآن إلى العمل؟ وقبل أن يرد بابا قال فيزو، لماذا لم تنزل حتى الآن إلى العمل؟ هو بيعمل إيه فيزو؟ بيقلدهم. ها بيقلدها مش كده؟ طيب وفي المطبخ قالت ماما، ها ماذا تريدين أن تفطري يا فريدة؟ وأنت يا فيزو ماذا تريد أن تفطر؟ قال فيزو بسرعة، فيزو مثل فريدة، أنا هاكل زي فريدة. تمام؟ طيب بعد الظهر جاء مازن يلعب مع فيزو وفريدة. قالت فريدة، ماذا تختار يا مازن؟ عندنا السلم والتعبان وعندنا بلاي ستيشن. رد مازن، أنا اخترت بالأمس، نترك فيزو ليختار اليوم. ماشي، انا اخترت امبارح، خلي فيزو ايه يختار النهارده. ماشي يا كيمو. طيب فقال فيزو، اختر انت يا مازن، فيزو مثل مازن. هو مش عايز يقول حاجه، هو دايما بيقول ان هو زي الناس، صح كده؟ صح. طيب في المساء جاء عمو نصحي صديق العائله. نصحي؟ اسمه نصحي. مالك تضحك على ايه يا بنتخ؟ ايه ده، عيب كده؟ لا انا مش قصدي حاجه والله. عادي. عمو نصحي. ايوه نصحي. من النصاحه. والنصح. ده اسم جميل والله. جاء عم نصحي صديق العائلة ومعه ابنه زين صديق فيزو المقرب، هو صاحب فيزو قوي. وكانت ذراع زين موضوعة في الجبس، ايده متجبسة. قال بابا، سلامتك يا زين، ماذا حدث؟ رد زين، سقطت على يدي لكنها لا تؤلمني الآن، هي مش بتوجعني دلوقتي خلاص. ماشي. فجأة اختفى فيزو، ولكنه عاد بعد قليل ويده مربوطة، راح ربط ايده. اندهش الجميع وقال عم نصحي، سلامتك يا فيزو، ماذا حدث؟ ابتسم فيزو ابتسامة عريضة وقال، فيزو مثل زين. الله بقى، هو في ايه؟ انزعجت ماما وقالت، لكن يدك سليمة يا فيزو، الناس
لا تربط يديها بدون سبب. مش كده يعني، مش ندخل نقرر ان احنا نربط ايدينا ونقول ايديا يعني، صح ولا ايه؟ صح. طيب قبل النوم قالت ماما يا فيزو، قعدت معاه بقى لانها شافته طول اليوم عمال يعمل ايه؟ يقلد كل الناس التانية، مش كده؟ قالت له يا فيزو انا احب بابا ولكن لا البس نظارة مثله، مش بلبس نظارة زيه ولا عندي شنب زيه، صح؟ ومازن يحب القطط ولكن لا يشرب مثلها من الطبق. هو احنا بنشرب زي القطط كده من الطبق؟ لا لا، صح؟ طيب وفريدة تحبك ولكنها لا تقص شعرها مثلك، صح؟ مش لازم اللي نحبه نعمل زيه، مش كده ولا ايه؟ صح. يا فيزو انت انت ولست احدا غيرك، ماشي؟ لازم ماشي. تكون ايه؟ نفسك، مش كده؟ انطفأ النور فجأة، النور قطع، ماشي؟ فخافت فريدة جدا جدا، قطعت وقالت يا ماما يا ماما انا خائفة. فراحت ماما بصت لفريدة وقالت لها اهدأ يا فريدة، انا معاكي انا معاكي يا حبيبتي، اهدأ يا فيزو انا معك. ففيزو بقى رد قال ايه؟ تخيلوا، قال ايه؟ قال يا ماما انا لست خائفا، انا مش خايف. اذا كانت فريدة خائفة وانا لست فريدة، يا ماما انا انا يعني انا مش خايف، مش بقلدها واقول ان انا خايف، صح؟ وترك السرير بكل شجاعة وذهب يحضر لهم الشمعة والكبريت من المطبخ وعاد اليهم منتصرا. كان بقى فرحان قوي بقى ان هو ايه، وراح وجاب لهم الشمعة. فرحت ماما وبابا بفيزو وقالت فريدة من اليوم من النهاردة فيزو مثل مين؟ فيزو. فيزو مثل فيزو. شفتوا الحدوتة حلوة ازاي؟ لذيذة، صح؟ هو احنا لما نحب حاجة او لما نحب حد لازم نعمل زيه يا كيمو؟ لا لا, لا. لا مش كده؟ مش لازم يعني، مش معنى ان انا بحب حد ان انا لازم ابقى اعمل زيه، لان كل واحد مختلف عن التاني وكل واحد مميز عن التاني، مش كده يا ولاد؟ صح. صح؟ طب احنا معانا الحدوته بقى بتاعتك، وهي بتاعت مين؟ بتاعت سلومه، صح؟ سلومه قولي لنا كده حدوتك. اقعدي بقى كده قوليها لنا بقى كده ايه في وقت الحواديت الحلو ده. كان في بنت جميله اسمها روان، روان كانت تحب الرياضه والرسم، كانت اول رسامه في العالم، وكانت تلعب مع اصحابها وكانت تساعد مامتها وباباها. ها. وكانت تحب تلعب مع اخوها عمر. شطور. كان في قط اسمه ادم، ادم كان يحب القط اسمه ادم؟ اوكي. ادم كان قط شرس قوي. كان صاحبه يوسف. قوليها بالعاميه يعني، ما تقريش بالفصحى كده، اقري بالعاميه. كان قط شرس قوي وبعدين عمل ايه؟ وصاحبه يوسف كان طيب. تمام. قوي. يوسف ده قط برضه؟ ده يوسف ده قط ولا ده صاحبه؟ لا ده صاحبه اللي هو بيربيه يعني. اوكي يعني. وسمى القط بتاعه ادم. اوكي ماشي يا يوسف. كملي. وكان ياكله ويشربه ويلعب معاه. تمام. وهما بيلعبوا القط خربشه. القط خربش يوسف. وبعدين؟ يوسف قعد يعيط كتير قوي. وبعدين؟ بس ايه ده؟ فين القفله؟ اديني قفله. اديني قفله يا بنتي. حلو قوي ان انت بتجربي ان انت تكتبي، برافو. بس لما نيجي نكتب حدوته او قصه مهم قوي ان احنا نعمل بقى لها نهايه، يعني يبقى في نهايه للحدوته، يعني يبقى في الاول بدايه وبعدين في موضوع او مشكله او حاجه بتحصل وبعدين نقفل بقى الحدوته. اتفقنا؟ اتفقنا. المره الجايه تكمليها وتكلمينا في التليفون وتقولي لنا النهايه كانت ايه؟ بعد ما يوسف قعد يعيط، هفضل يعيط لغايه دلوقتي يعيط؟ ممكن يكون مثلا خربشه القط خربشه عشان حاول يمسك مثلا ديله يشده من ودانه، وساعتها بقى ايه؟ هما كانوا بيلعبوا مع بعض، صح؟ المورال بقى بتاع القصه. ايوه المورال، ان احنا ما نجيش جنب قال لك المورال الحيوان. قول لي المورال. ايوه ايوه، ان القط ماله؟ ان احنا يجب ان نعامل الحيوانات بطريقه جميله. بس هو كان بيلعب معاه. بس بقى يعني فكره برضو، انت وديتنا في حته ثانيه. نحاول يعني نخلي لها. طب والله حلو، بقول لكم ايه، نقفل الحدوته بتاع سلمى دي ازاي؟ ايه اللي هيحصل بعد ما يوسف يعيط؟ هيوديه المستشفى؟ لا هيروح المستشفى؟ لا. ايه اللي هيحصل يا مروان؟ روان دي هتساعده. روان هتساعد؟ ايوه، هي روان راحت فين؟ هتوديه المستشفى. دي قصه، دي قصه اصلا؟ حتى روان ما قفلتيهاش؟ طب خلينا نخليهم بقى جيران، وروان هتساعده. طب روان هتعمل ايه؟ ها؟
هتوديه المستشفى. اه يا نهار ابيض، الموضوع كبير قوي لدرجه المستشفى، وهشوفه ايديه في المستشفى وبعدين القط بقى راح السجن وفضل إيه؟ لا لا القط ايه اللي راح السجن؟ هيقبضوا على القط. سجن الحيوانات. ايه لا يا عم، مفيش حاجه اسمها كده. سجن الحيوانات زي البغبغان الابيض ده اللي هو. والله حلو خيالكم جميل. وبعدين يا احمد ايه اللي هيحصل؟ سيلعب سيزعل من القط. سيزعل؟ لا اتكلم عادي. هيزعل من القط؟ هيزعل من القط. أيوة. وبعد كده مش هيكلمه تاني. لا والقط بقى ياخدوه يوديه عند الحيوانات بقى او يرموه في الشارع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه النهايات المأساوية دي يا جماعة؟ معقولة كده؟ لا كانوا بيلعبوا مع بعض يعني، مفيش حاجة. هيودوه سجن الحيوانات برضه. سجن تاني؟ هيفضل قاعد ثلاث سنين. هياخد حكم ثلاث سنين القط؟ ادم القط ادم مع الشغل. عايزين نشوف نهاية سعيدة. ماشي؟ هتفكري يا سلومه في نهايه سعيده، وهتكلمينا المره الجايه الحلقه الجايه في التليفون تقولي لنا. اتفقنا ولا ايه؟ اتفقنا. ماشي. طيب دلوقتي احنا خلصنا الحواديت الحلوه بتاعتنا والنهايات الخزعبليه اللي قعدنا نتخيلها، فنروح بقى دلوقتي الفاصل وهنرجع تاني. استنونا. اتكلم عربي. تالي بتحبوا تتكلموا عربي برضو صح؟ اه. دايما صحابنا لما بييجوا بيقولوا ان هم بيحبوا يتكلموا عربي. طيب دلوقتي كل فريق هساله سؤال، اجابه السؤال عباره عن كلمه من اربع حروف. هندور على الاربع حروف دول وهنمسكهم بالترتيب، اول تاني تالت رابع حرف. اللي يلاقي حرف حد يديهوله على طول، احنا كلنا فريق واحد. اتفقنا؟ اتفقنا يا بنات؟ اتفقنا. ومعانا 30 ثانيه بالظبط من اول لما نقول الكلمه الاجابه. ماشي. مستعدين؟ ندور على الحروف. مستعدين؟ يلا بينا كلنا ندور على الحروف. ايوه. هنبدا بفريق الولاد، واول سؤال: مضاد، مضاد بخيل غني. مضاد بخيل. ها ده اسم حد فيكو؟ بخيل. ايوه. ها قولوا. كريم. يلا يا كريم يلا. عايزين كونوا كلمة بسرعة، كونوا كلمة كريم بسرعة. أي يلا اللي يلاقي حرف حد يديهوله بسرعة. برافو برافو. خد ده بتاعك أنت يا كريم، ده بتاعك يا كريم. بسرعة بسرعة دور على بقية الحروف. دوروا على بقية الحروف بسرعة. يلا يا ولاد بسرعة. أيوة أيوة أيوة. فاضل إيه؟ خلاص خلاص. خليك أنت يا كريم ماسك الحرف ده. يلا امسكوا. اقلبوا 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 كده. خلاص يا مروان امسك امسك الحرف بسرعه بسرعه. اقلب الحرف يا مروان. مروان عايز اشوف الكلمه. بس اقلب الحرف يا مروان. امسك الحرف بس بس. برافو. ايه يا جماعه مالكو؟ معلش متوترين شويه. مبروك. كلنا نمسك الحروف عشان نقدر نقرا الكلمه. برافو الولاد خدوا اول نقطه. يلا البنات. طيب مضاد ياخذ يبيع. لا مش يشتري. مش يشتري. ياخذ. ها احنا كنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ بتكلم مع يعطي. يعطي. برافو برافو يعطي. برافو يلا شاطرين يا بنات. برافو. مع مين ده؟ برافو. ايوه كده صح كده. كملوا كملوا كله يدور كله يدور حتى اللي خد الحرف يدور. برافو يا بنات. يلا يلا برافو برافو يلا. الطا الطا. في كمان يا كمان. وانت موجوده اهي. طب وانت حرفك فين؟ امسكي امسكي. خليه فين؟ قدامك قدامك. ركزي قدامك قدامك. والله كنت ماسكاها. اه معلش معلش. خيرها خيرها خيرها. نعوض المره الجايه. طيب معلش. حرف الواو. طيب يلا يا اولاد. حرف الواو. مفرد. ركزوا معايا. مفرد قمصان. قميص. قميص قميص. برافو يلا بسرعه. قميص قميص. مين قدامك؟ مين؟ قميص نفيسه نشف لسه. قميص. 15 ثانية. لا لا قميص بالصاد بالصاد. قميص. انت بتقول لهم لا بندخ المفروض. معلش معلش. كله يدور بسرعة. يلا مروان انا عايز اشوف الحرف اللي معاك والنبي. اخوات خلاص خلاص. الولاد الولاد كونوا كلمة. اتأكد يا مروان انك مورينا على الحرف مش مديني الظهر بتاع الحرف. اوكي برافو يا اولاد. يلا يا بنات. مفرد ملابس. لا محل لبس.
لا لبس. محل لبس ده مفرد. محل لبس بقى مفرد. ملابس ملبس. ملبس ملبس. برافو. يلا برافو. يلا بسرعه بقى والنبي. عايزاكم تاخدوا ال كله يدور كله يدور كله يدور كله كله. اللام اللام اللام. اصبري في حروف قدامكم اهي في الكلمه. يلا ايوه لام. البنات شاطرين جدا. وانت وانت معاك البيه عندك. دوري 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 عندي ملهاش والله من العراق. بسرعه بسرعه بسرعه. احنا طب ليه ما بتبصوش تحت؟ وروني وروني. ايه ده؟ معلش هو الترتيب بس خانهم الترتيب. دي بقت ملسب بقت ملسب كده. ايوه برافو عليكم. لا 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 لازم نركز ان احنا في 30 ثانية نجمع الحروف ونمسكها كلنا مظبوط. وكل الحروف بتبقى عندك انت يا حنين مش معقولة. يلا بينا يا ولاد. جمع ولاد ركزوا. جمع صفة صفات صفات. يلا بسرعة. صفات. برافو. اللي يلاقي حرفه يخليه معايا عشان ما يضيعش. صفات. ها ايوه دي الكيمو دي. ايوه الفه دي كيمو. يلا يلا كريم. دي مع كريم. دي مع كريم مين؟ هو اللي ياخد الفه. ايوه 8 7 6 5 4 3 2 1. هو انتوا ما بتدوروش ثواني واحده. هو احنا مش قلنا احنا فريق واحد؟ ما بتدوروش ليه لصاحبكم؟ والله يعني هي اصلا ما فيش طه في الصفات طبعا. هما انا بيقول لي خد صفات والتاء هتلاقيها هنا. اي حد يقول لك خد كده تاخد. فلازم كلنا ندور على الحروف مع بعض نشوف ايه اللي ناقص وكلنا ندور عليه. طيب الولاد ما خدوش النقطه دي. البنات بس معلش يا ماما سلمى اقول لهم بس معلومه ان الصفات بالتاء مش بالتاء. ايوه انا قلت لهم. انا قلت لهم ما فيهاش طه اصلا. مفر ركزوا يا بنات. جمع ايه. ايه ايه ايات. يلا برافو. الايه 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 الالف الالف. انتي رفيق انتي. ها ايات. ندور على حرف ايه. يا ريت اللي ياخد حرفه يحطه على جنب عشان ما يضيعش. وروني يا بيه مين. بس بس ايات ايات. ايوه وروني 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 قدامي. فاضل ايه؟ ايه ده؟ ايات. مالكوا في ايه؟ ايه هو ده؟ دي كده ايهت. اه ده ايه ده؟ ايات. ده تركي ده ولا ايهت؟ ايهت. الالف الالف الالف. بسرعة. قلت الالف. بص دي ياخد ايات. انتي انتي. بيتعبوا بيتعبوا نفسهم والله. اه يلا. الوقت خلص. يلا ايه؟ يلا زيرو زيرو بقى لنا شوية. زيرو زيرو. دي ايه؟ يا بنات شوية سرعة والنبي. ولا نقطة. معلش يا بنات خيرها بغيرها. يلا يا ولاد اخر سؤال للولاد. مضارع مضارع. شعرة يشعر يشعر. برافو برافو. احبك كده وانت سريع. دكتور ايوه. بص يا كريم انا عايزك تمسك في الشين ما تسيبهاش. مش عارف. ودور بقى معاهم يا كريم. دور بقى. ايوه يشعر. يلا يلا في حروف قدامكم على فكره من الكلمه. اه يوسف يوسف بص على الحروف اللي هنا بسرعه. تاخدها. يلا دي صاحبها بسرعه. يلا يشعر. فاضل خمس ثواني. اربعه. حد يلاقي الراء. يلا قدامك يا رب. الواد غلط. بص بص امسكها ازاي. بص امسكها ازاي. الواد خلص اول ما امسكها. الواد خلص اول ما امسكها. مش عارفه اقول لكم ايه والله. معلش يا جماعه معرفش بصراحه. كانت الزيرو جت صح؟ بصوا الزيرو جت اول ما امسكها بالظبط. هو مسك كده وراح الزيرو جايبه. يعني ياخدوا النقطه؟ ياخدوا ثلاثه. تمام. والله البنات عندهم البنات زيرو اساسا. اخر سؤال للبنات يا رب ناخد نقطه بس. يا رب عاليه يا بنت. مفرد شنط. شنطه اتفضلوا. شنطه يا رب. النون النون اللي عايز ياخد. خلاص جمعوا كروت بقى يا ولاد كلها كده على بعض. الطه 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 الطه. نون 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 نون. ما خلاص لقينا النون. انتوا معانا الشين. ايوه ايوه امسكيها انت. ايوه النون النون. فاضل اله. النون النون فين؟ ما النون معاها. خلاص انت قلقانه على النون ليه؟ يلا يا بنات انا عايزه نقطه واحده. وروني برافو. مسكني مخبيها مننا. خدتوا خدتوا النقطه الحمد لله. بقى كده ثلاثه واحد. نسقف لبعض كلنا. يلا لا 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 لموا يا بنات بقى الكروت بتاعتكم. برافو برافو برافو. احنا اللي كسبنا. في كروت تحت على الارض. يلا اتفضلوا.
بصوا يا اولاد اقعدوا بقى وهتوزعوا الورق ده عليكم. حطوا كله على بعض، حطوا كله على بعض، حطوا كله على بعض. حسب ثانية. ودلوقتي احنا هناخد بقى، انتوا هتقعدوا يا اولاد دلوقتي ترسموا، كل واحد هياخد ارسموا اكتبوا اعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم، ووزعي الورق عليكم واقعدوا بقى. يلا شاطرين شاطرين. واحنا هناخد بقى تليفونات صحابنا. اولاد انا عايزاكم تقعدوا بقى ترتاحوا، كل واحد يرسم اللي هو عايزه براحته خالص. الالوان دي بتاعتكم كلكم، خلوها في النص واللي عايز حاجه ياخدها. تمام يا بنات؟ تمام. هناخد بقى تليفونات صحابنا يا بنتوخي اللي ايه بيحاولوا يكلمونا. معانا اول تليفون من منى. الو يا منى. الو يا ماما سلمى. صباح الخير. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. بكلمك قوي. حبيبتي يا منى عندك كام سنه؟ رايحه 9 سنين. عندك 9 سنين؟ رايحه 9 سنين. رايحه 9 سنين؟ يعني ايه رايحه 9 سنين؟ رايحه سنه كام؟ رايحه سنه رابعه. وعندك 9 سنين؟ عندي 9 سنين. مش رايحه 9 سنين، عندي 9 سنين. برافو عليكي يا منى. طب قولي لي بتكلمينا منين يا منمونه؟ من كفر الشيخ. ايه ده بلدياتي يعني. ايوه اهلا بيكي يا منى. أيوة يا حبيبتي. قولي لي بقى احنا فاضل ايه؟ شهر؟ عايزين حلاوه الشعر بقى تقريبا. فاضل شهر. لا حلاوه شهر ايه؟ ايه مش ملهاش دعوه. مش عندهم؟ كفر الشيخ. لا ملهاش دعوه. طب قولي لي يا منى بتعملي ايه بقى انت في الاجازه؟ احنا لسه في الاجازه بقى، بلاش نتكلم على الدراسه. بذاكر. بتذاكري في الاجازه؟ انت عندك ملحق ولا ايه؟ بتذاكري في الاجازه ليه؟ وانا رايحه سنه رابعه بقى في امتحانات وكده. اه سنه رابعه سنه جامده. انت بتستعدي من دلوقتي للسنه الجايه؟ ايه فعلا؟ ايه ده؟ طب مش يعني شاطره بس برضو استمتعي بالاجازه يعني؟ اه شاطره. شطوره. طب بتعملي ايه في الاجازه غير موضوع المذاكره؟ يعني بتحبي تعملي ايه؟ ترسمي؟ تلعبي رياضه؟ بتحبي تعملي ايه؟ بكتب واجب برضه. بتحلي الواجب؟ وبكتم وبغني. ايه ده؟ طب ايوه ايوه قولي كده الحاجات اللي عندك. طب غني لنا حاجه بقى يا منى. ها؟ غني لنا حاجه سمعينا. منى؟ انا ما اعرفش اغني قوي، انا بعرف ارسم. طيب خلاص. ماشي يا منى تراجعت. ماشي يا منى. طيب يا حبيبتي كلمينا دايما. ماشي. وشكرا يا حبيبتي على تليفونك جدا. باي باي. معانا مين؟ الو؟ تعمل ايه يا بنت؟ تعمل باي باي. تعمل باي. كل ما تعمل باي باي بحس ان انت عايز مني حاجه، تعمل لي كده. مين معانا؟ يا جنة صباح الخير. صباح الخير يا جنة. التليفون ايه؟ يا ملك. ملك؟ الو. صباح الخير يا ملوكة. الحمد صباح النور. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا ملك؟ عندي 7 ليه؟ ملوكة ملوكة لو سمحتي اقفلي صوت التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون بس، ممكن؟ عشان في ديلي ما تتلخبطيش. ماشي ماشي يا ملوكة. يلا قولي لي عندك كام سنة؟ 7 ونص. 7 ونص. بتعملي ايه بقى في الاجازة يا ملك؟ بروح التمرين وبحفظ قرآن. تمرين ايه؟ بتتمرني ايه؟ بخفو. كونغ فو. اوه شطوره. تمام حلو. وبتحفظي قران؟ ماشي. وايه كمان؟ وبحب الرسم. وبتحبي الرسم؟ حلو قوي. يعني بتقعدي ترسمي كمان؟ شطوره يا ملوكه. انت داخله سنه اولى ولا ثانيه؟ ثانيه. خلاص جميله. طيب يا ملوكه وعايزه تقولي لنا اي حاجه؟ وحبك قوي يا ام سلمى. وانا بحبك قوي يا ملوكه يا جميله. وكلميني على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا حبيبتي يلا. باي باي. باي باي يا حبيبتي. معانا فريده. صباح الخير يا فريده. يا طنط سلمى. الحمد لله يا حبيبتي. مين طنط سلمى دي؟ عندك كام سنه يا فريده قولي لي؟ فريده 2 ونص. لا علي صوتك يا فريده.
6 سنين ونص. انت ايه داخله سنه اولى؟ اه يا جميله. طب بتحبي تعملي ايه بقى في الاجازه؟ اكيد بتحبي بنتخ مش كده؟ اكيد انا ابي بنتخ. كنت صلمة وقوي قلبي. لا انت بنتخ انت قدها. ايه ده؟ قلبي تأثر جدا، بحبك قوي يا فريدة. بحب ارسم وبحب اغني. وبتحبي تغني؟ طب هتغني لنا ولا برضه هتقولي لا مش بغني قوي؟ لا بعض. طب هتغني لنا ايه؟ هغني قلبي غير 5 كرات. الله ايه ده؟ انت حافظاها ازاي اصلا؟ يلا غنيها انا بحبها قوي. قلبي يا جاوي 5 كرات بره وما فيش مره من المرات تهدى وترسي لك على قره مجنني مجنني لما تحب. حافظها يا بنت؟ دي قديمه قوي. يا عقل علي صوتك يا فريده. تصبح منهم منطقة حرة. ويرسيلك على قارة. اللذاذة دي حلوة قوي. جميلة قوي الأغنية دي يا فريدة. أنا والله إيه ده، أنا مبسوطة أصلاً إن أنتِ عارفاها أصلاً. والله برافو عليكي. لذيذة جدا. عملت العرض ده في المدرسة. المدرسة. وعملتوا بقى اللبس بقى بتاع كل بلد وكده. ده كان ده لذيذ قوي. حلوه جدا حلوه جدا. طب قولي لي بقى، بما انك يا فريده دلوقتي داخله اولى ابتدائي، جبتي شنطه المدرسه؟ جبتيها؟ حلوه مبسوطه بيها؟ كتير. يا حبيبتي. طيب شطوره يا فريده، وان شاء الله تبقى سنه حلوه قوي عليكي، وكلمينا دايما. اتفقنا؟ نفسي اطلع معاكي. تنوري يا فريده. سؤال الحلقه بينزل. بحبك قوي يا ماما. وانا بحبك قوي يا فريده والله. شكرا يا حبيبتي. طيب انا عايزه اقول لكل اصحابنا انه اللي حابين يشاركوا، يعني في سؤال بينزل على الصفحه كل يوم جمعه الساعه 2 بالظبط، واجابته حاجه حصلت في الحلقه اصلا، فتابعوا السؤال دايما عشان تجاوبوا. من الاجابات بنختار الناس اللي هتبقى مشاركه او الاطفال اللي هيبقوا مشاركين معانا الحلقه اللي بعدها. معانا مين؟ يا رحمه. صباح الخير. صباح النور. عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحبك قوي وما شاء الله عايزه اشترك معاك. ده جبت من الاخر يا رحمه. انا كمان بحبك والله يا رحمه خالص. عندك كام سنه قولي لي؟ انا عندي 10. 10 سنين. طيب قولي لي بقى بتعملي ايه في الاجازه؟ بحب الانشاد، بحب اغني. ايه ده المغنيين النهارده كتير. انشاد. بتنشدي ايه بقى يا رحمه؟ اغني وبحب احفظ قران، بحب اساعد ماما. هي جميله والله، جميله وشطوره. ايه الانشاد بقى اللي بتنشديه؟ ممكن اغنيها لك؟ طبعا اتفضلي. صلى على النبي جديد صلاته كان يراغ القمر محمد وبيفهم لغاته. صلى على النبي وزيد صلاته كان يلاغ القمر محمد وبيفهم لغاته. سيحظني يا حاجة يا ام اللطيفة سيحة دور النبي محمد والكعبة الشريفة. سيحظني يا حاجة يا ام اللطيفة سيحة دور النبي محمد والكعبة الشريفة. ريحة فيني يا حاجة يا مسلموني ريحة زور النبي محمد وانا اللي عيوني. الله يا سلام. الله يا حاجة. دي جميلة قوي يا رحمة. زقفة والله يا رحمة. برافو. جميلة قوي يا رحمة، جميلة قوي. شاد جميل وأغنية جميلة. أيوه بحبها، جميلة جدا جدا. ربنا يوعدنا يا حبيبتي يا رب. طب قولي لي قولي لي يا رحمة. نعم. بتحبي تعملي ايه بقى غير موضوع الغنى ده؟ يعني بتقضي وقتك في ايه في الاجازه؟ بحب اصلي وبحب احفظ قران وبحب اساعد ماما. انا مبسوطه قوي ان انت بتحبي تساعدي ماما كمان والله، برافو عليكي. بتساعديها بقى في المطبخ ولا في البيت كله؟ لا في البيت كله بس الاكثر المطبخ. شطوره يا رحمه، شطوره، برافو عليكي. ايوه كده نساعد ماما كده عشان ترتاح شويه. برافو يا رحمه، وكلمينا على طول يا حبيبتي.
ماشي، ممكن تكلم اختي سلمى؟ اه طبعا سلمى برضك. يا سلومة هلا، ازيك؟ الحمد لله. انت عندك كام سنة؟ عندي 9. عندك 9؟ اه. صوتك اصغر من 9 والله يا سلومة. بتحبي تعملي ايه بقى انت في الاجازة؟ بحب انشف وبحب احفظ قرآن وبحب اصلي. والله جميلة والله يا سلمى. شطورة يا سلومة. دايما كلمينا يا سلمى انت ورحمة، اتفقنا؟ مع السلامة. باي باي. عايزة اشترك معاك. ماشي. ايه؟ عايزة تشترك. اه 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 ماشي يا سلومة، يلا خلاص انت ورحمة بقى دايما تابعوا سؤال الصفحة وجاوبوا عليه عشان ان شاء الله تبقوا معانا قريب يا حبيبتي. يلا سلام. معانا مصطفى. يا مصطفى. يا مصطفى انا بحب مصطفى. صباح الخير يا مصطفى. صباح النور. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ 10. 10 سنين. بتحب تعمل ايه يا مصطفى في الاجازة؟ العب كورة واحفظ قرآن واصطاد سمك. تصطاد سمك؟ واصطاد سمك؟ كويس والله. ايه ده بجد؟ مين علمك الصيد؟ بابا. وبتنزلوا بقى بتقضي وقت قد ايه في موضوع صيد السمك ده؟ يعني يوم بحاله كده. يعني بتنزلوا يوم، بتنزلوا يوم تقعدوا كام ساعة؟ انت بتكلمنا منين طيب؟ انت بتكلمنا من... وبتصطادوا فين؟ في النيل يعني؟ اه في النيل. اه ايه بس جميل قوي. هوايه جميله قوي يا صديقي. اه وبتعلم الصبر. اه اه فعلا تعلم طوله البال. ايوه فعلا دي حاجه حلوه قوي والله. واول مره حد من صحابنا يقول لنا ان هو عنده الهوايه الجميله دي. برافو عليك والله يا مصطفى. طب يا مصطفى حريه. نعم. لا قول قول يا حبيبي اتفضل. انت حريه بتتكلمي؟ حريه؟ اه طبعا حريه. الله. اه سمك بقى وحورية. ايوه حورية البحر. يا حورية الو. ازيك يا حورية؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ 7 سنين. وبتعملي ايه بقى؟ بتقضي اجازتك ازاي؟ بلعب سباحة. برافو. وانا شطرنج مع مصطفى. شطرنج؟ شطرنج. يعني انت يا مصطفى كمان بيلعب شطرنج؟ والله انتوا هايلين. انا بشطرنج اوقات هو يكسبني اوقات انا اكسبه. والله انتوا بتتعلموا حاجات مفيده جدا. انا مبسوط ان انتوا بتقضوا الاجازه في حاجات مفيده. اه والله فعلا. انا مبسوط، يا ريت كل اصحابي يعملوا زيكم. بحفظ قران. برافو برافو والله العظيم، ده انتوا شاطرين جدا جدا. وانا يعني انا بحيي بابا وماما عشان موضوع الشطرنج والصيد ده يعني قليل لما حد من صحابنا بيكلمني بيقول ان هو بيعمله بصراحه، فحلوين قوي وبينموا بيخلونا نصبر ويطول بالنا ويخلي عندنا كمان دماغنا تشتغل كويس قوي الشطرنج. لا حلو والله، مبسوطه بيكم. برافو عليكم يا حوريه، كلموني على طول. كلموا على طول. باي باي. شكرا يا حبيبتي على تليفونك. ومعنا ساندي. صباح الفل يا ساندي. صباح النور يا ماما. عندك كام سنه يا ساندي؟ 8. 8 سنين. يلا احكي لنا بقى بتقضي اجازتك ازاي. برسم. ايوه برسم وبغني بلعب سباحه بلعب فولي بساعد ماما كمان. سباحه وفولي. اه وبتساعدي ماما كمان. شطوره. ده ايه الشطاره دي؟ انت كده رايحه سنه تانية ولا تالتة ولا كام؟ لا انا اولى ابتدائي. سنه اولى لسه يا اختي جميله. طب جبتي الشنطه بقى؟ اه جبتي شنطه المدرسه؟ ان شاء الله تبقى سنه حلوه وجميله وسعيده عليكي. طيب وشنطه السنه اللي فاتت بقى تعملي فيها ايه؟ هو كي جي كان عندهم شنطه؟ نعم ما اكيد كي جي كان عندهم شنطه. اه عليها اسماني. قولي لنا يا ساندي، مكمله بالشنطه بتاعت كي جي ولا جبتي شنطه اكبر؟ مكمله بنفس شنطه المدرسه بتاعت كي جي ولا جبتي شنطه اكبر عشان اولى ابتدائي؟ شنطه اكبر. طب والشنطة بقى بتاعت كيزي هتعملي فيها ايه زي ما بنتخ بيقول؟ اديها لاصحابي الفقراء. بروح المدرسة وبحط فيها الكتب وبروح المدرسة بقى. طب ساندي ساندي انا محتاجاكي تقفلي صوت التلفزيون خالص، اسمعيني بس من التليفون. اه لو سمحتي. انا بسألك يا ساندي على شنطة السنة اللي فاتت اللي خلاص بقى بقت صغيره على اولى ابتدائي، هتعملي فيها ايه؟ هديها لاختي. ايوه اختك اصغر منك؟
اصغر بكتير وهي اصلا صغننه قدها يعني. شنطه قد اختك؟ طب حلو، ايوه كده حلو جميل، يبقى اختك صح تستفيد بيها. برافو عليكي يا ساندي. وشكرا يا حبيبتي على تليفونك، وكلمينا تاني اتفقنا؟ شكرا يا ساندي. يوسف صباح الخير. صباح الفل. يا صباح الجمال، ده ايه اللذاذه دي؟ عندك كام سنه يا يوسف؟ 9. بتكلمنا منين؟ من الاسكندريه. حبايب قلبي اسكندريه. انا من السويس بس جايه صيف. والسويس اجدع ناس برضو. حد وانت سايب السويس ما تصيف في السويس، ده السويس جميله خالص. لا بس اسكندريه برضو جميله قوي. حلو حلو، كل محافظات مصر حلوه وجميله. طب قول لي، ايوه قول لي يا يوسف، انت رايح سنه كام؟ داخل ثالثه. داخل ثالثه، بتقضي اجازتك ازاي يا يويو؟ بقضي اجازتي يعني بتفسح، بعمل كل حاجه حلوه، بروح في الشط كده يعني. بتروح ايه؟ ما هو اوريدي بيتفسح. بروح الشط اللي في انت دلوقتي انت دلوقتي بتصيف. بس بروح العجمي. انت دلوقتي بتصيف خلاص في اسكندريه، لكن انا قصدي الاجازه عموما يعني، بتلعب رياضه، بتحب عندك موهبه او هوايه بتحب تمارسها؟ انا بلعب كاراتيه وفي الحزام البرتقالي. برافو عليك. شكور يا يوسف. وهوايتي هي الرسم. برافو. برسم رسوم متحركه بالملي. رسوم متحركه؟ ايوه. لا لازم ارسمها. لا ده انت لازم تبعت لنا بقى الصور الحاجات دي على الصفحه بتاعتنا، اتفقنا؟ حاضر. هي رقم صفحتكم كام؟ رقم صفحتنا؟ هي سلمى صباحي، ماما سلمى. دور على ماما سلمى هتلاقيها صفحه موثقه فيها العلامه الزرقاء دي، وابعت لنا على التعليقات بتاعه الحلقه النهارده، اتفقنا؟ واكتب كده انا يوسف اللي برسم الرسوم المتحركه. ايوه اعمل لنا فيديو بقى عشان نتفرج على الرسوم المتحركه. انا برسمها في الورق اصلا. صورها لنا وابعتها لنا. فرها كده هتلاقيها تتحرك. فهمتها. يعني اعمل لنا فيديو كده ليها وابعته لنا في تعليقات البوست النهارده، واكتب لي بقى انا يوسف اللي برسم الرسوم المتحركه، اتفقنا يا يويو؟ شكرا يا حبيبي جدا على تليفونك. انا بشكر كل اصحابنا اللي كلمونا، بحب جدا 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 لما اصحابنا يتواصلوا معانا، كل اصحابنا اللي بيقولوا بنتصل وبنلاقي الرقم مشغول، والله احنا بنحاول على قد ما نقدر ناخد اكبر عدد من التليفونات على قد بس وقت الفقره بتاعتنا. ويلا خلونا بقى نشوف الرسومات اللي رسمناها يا ولاد. كل واحد بقى يرفع الرسمه بتاعته زي ما انتوا قاعدين، زي ما انتوا قاعدين ارفعوا بس الرسمه بتاعتكم قدامكم للكاميرا بتاعتكم. انا راسم رسمه صغيره. لا اهي الكاميرا دي. البنات ايوه ارسموا رسومات كده وهنشوفها دلوقتي في الكاميرا بتاعتكم. الله ايه العصفور ده؟ الولاد ايوه خليكوا ماسكينها. ده حلو قوي يا كيمو خليك هنا زي ما انت. برافو. ايه الجمال ده؟ ايه ده ديناصور؟ ديناصور ده ولا ايه؟ خليها تحت زي ما كنت يا مروان. برافو. هستأذنكم بقى والبنات. يا سلام، شوفوا البنات كلهم قلوب بقى وحب. أيوة بقى خلاص. جميلة. وماما سلمى برضه حاجات، وحتى الولاد والله ده انتوا جمال قوي. ممكن استأذنكم كل واحد يمضي اسمه عشان نحتفظ بالرسومات دي معانا؟ شكرا يا حبايبي، تسلم ايديكم، رسومات حلوة قوي. طيب دلوقتي هروح لفاصل وهنرجع مع بقى مفاجأتنا، استنونا. يا ماما سلمى يا بنات يا بنات يا ولاد افرحوا قولوا هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنت خجيه. مش هنسيبكم ابدا تاني، يا ولاد يا بنات افرحوا قولوا هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنت خجيه. مش هنسيبكم ابدا تاني، صحصحوا افطروا حضروا نفسكم رح نفرح زي زمان، ومعادنا معاكم الصبح يومين الجمعه وسبت كمان. حضروا نفسكوا رح نفرح زي زمان، ومعادنا معاكوا الصبح يومين الجمعة وسبت كمان. جايين سوا مع بعض نحقق كل اللي بنتمناه، نلعب نكتب نقرا ونرسم بكرة اللي بنستناه. هنشوف مواهبكوا رياضة وفن. يا سلام. ونقول دول أبطال عالمية، نحكي بلغتنا الحلوة المصرية، نتعلم شيء حلو يفيدنا، نعمل ألعاب حلوة بإيدنا، ونذاكر
طيب دلوقتي بقى رجعنا والمفاجاه معانا النهارده الاكروبات مع صاحبنا اكرم. طبعا خلاص بقيت صاحبنا بقى خلاص يا اكرم. وبتجيلنا هتعمل ايه بقى النهارده؟ النهارده هعمل فقره المطبخ. المطبخ الصيني مع شويه حاجات كده اكروبات بقى وجونكليم. يلا بينا. يلا بينا. جاهزين؟ جاهزين. طب صوت عالي. جاهزين؟ جاهزين. في حاجات تانية هنجربها.
اقدر اعملها. اوه شاطرين 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 شاطرين. حلو جدا. يلا تعال يلا يا سلموني. تحفه حلو جدا. معانا ايه تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يويو ده ولا ايه؟ دي سهله. طب استنوا بس، هي لغايه دلوقتي شكلها سهل. انا لا بس خلينا نشوف. مين اللي قال سهل؟ انا هنجرب كريم. يلا كيم كمل يا بنات. اهو يا بنات كمان. خد ايد وشويه. انا مش عامله بجنيه. انا قصدي جيبي ايدي وانا هعملها بواحده. ها سويت اللي فاكر ده جامد. طب ما يا عم سهله. برافو يا كيم. برافو عليك. يا حبايبي ما تيجوا نتكلم واحنا بنقعد. ايه رايكم معانا؟ برافو يا كيمو. برافو يا كيمو حبيبي. شطور خالص. بيديك الاثنين جامد جدا. يلا انا خايفه بس الحلقه اللي وراها ده يحصل. ها حاولي بس ما تخبطوش. يلا يلا. لا 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 يلا انت فيها جامد. لفه لفه لفه. كلنا انا انا كلنا هنلعب ما تقلقوش. اوه لا دي بقى صعبة. ايوه ايوه نعترف نعترف بقى. نعترف بقى. يلا نشوف. زي اوه برافو. برافو. ايه ده كمان كمان. لا سقفة كبيرة سقفة كبيرة سقفة كبيرة. برافو. لا دي لا لا دي ما حدش يجربها دي. لا ما تهزروش. اه دي ما تهزروش زورك دي. ها اوه طلع فوق عند الاضاءه. اه شوفوا بقى ده هيعملهم دول يا ولاد وفي الاخر كلهم هيبقوا بيلفوا في نفس الوقت. بصوا مطبخ الصين الجميل. دي هتبقى حلوه قوي قوي. اه دي الذ واحده دي بنصور معاها دايما بقى بتبقى حلوه خالص. وانا كمان احلى 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 واحده اصلا. حلو لكم. بصوا بقى بصوا كلهم بيلفوا زي مع بعض. شكلهم حلو قوي ولسه ده هيعمل التانيين كمان. واو. وبرافو. برافو يا اكرم. شكرا جدا جدا. استنى انا عايزاهم يفضلوا معانا في الصوت. لا لازم يلمهم عشان خلوا بالكم خلوا بالكم. برافو يا اكرم. بشكرك جدا 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 على الفقره الجميله دي. اتبسطتوا يا اولاد؟ جميله. اتبسطتوا؟ ايوه. اتبسطتوا يا بنتوخي؟ ايوه. يا رب يكون كل اصحابنا كمان اتبسطوا النهارده بالحلقه الحلوه دي. هنستناكم ان شاء الله في حلقه بكره وبعدين الاسبوع الجاي مع بعض. وتعالوا نصور بقى صوره. تعالوا 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 يا اولاد. يلا بينا نتصور. لا 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 كلنا كمان. استنى استنى. قربوا 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 قربوا. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنتخي. مش هنسيبكم ابدا تاني. صحصحوا افطروا حضروا نفسكم رح نفرح زي زمان. ومعادنا معاكم الصبح يومين الجمعه وسبت كمان. صحصحوا افطروا حضروا نفسكم رح نفرح.